عبد الرحمن بدوره دخل مصدوم وعلامات التعجب واضحة على وجهه. هذي ليه؟ كلها لك طبعا، ولو تبغى زيادة استنى بس شوي. شكله عبد الرحمن فهم الموضوع، وناسة وورد وجاي متكشخ، وبرضه بيهتم بنفسه وتسريحة شعره اللي أشغالته أكثر من الورد. قلنا لكم بس تراكم ما صدقتوا، في مواهب مخفية اليوم، وفي تناقض مرة كبير بين الطفلين. أنا عبد الرحمن. مع مين بتتكلم يا عبد الرحمن؟ للحين بس في ورد.